لك أن تأكل وتشرب إلى أن يؤذن المؤذن للأذان الثاني، لكن يمسك عن الطعام والشراب قبل الأذان بربع ساعة بعشر دقائق هذا ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من البدع التي أحدثت كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري. هذا من البدع التي أحدثت، ولذا تجد بعض المساجد مثلا قبل الأذان الثاني بربع ساعة أو كذا ينبه الناس إمساك إمساك، هذا غير صحيح. ويذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أنه في زمنه كانت توقد القناديل، خلاص لو أوقد القنديل فونس، يعني هذه التي تنير وتضيء، هذا يعني علامة على أن الإنسان يمسك عن الطعام والشراب. طيب بقي من الوقت عشر دقائق ربع ساعة، هذا من البدع. الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يطلع الفجر الصادق. وفي الجماع قالوا حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة الصيام الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.